السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم صلاح حامد من مؤتمر سامسونج امباكت ابيسود 2. ومثل ما انتم شايفين معنا الان نظرة اولى على جهاز الجالكسي نوت ايدج، اللي هو جهاز بيجي بشاشة مثل ما انتم شايفين محنية. الجهاز ايضا بيجي بشاشة كواد اتش دي مثل الجالكسي نوت 4، بالاضافة الى الثانية اللي موجودة على الجانب اللي بتسمح لك بانك تتصفح مجموعة من الامور، ان كان تويتر، ان كان ياهو، ان كان نيوز او فيد معينة بامكانك انت تختارها، او حتى اختصارات. بالاضافة لانه بامكانك تستخدم الزاوية هاي كشورت كاتس للكاميرا مثلا، فبامكانك انك تمسك الجهاز بطريقة نوعا ما اقرب الى الكاميرا من الكاميرا الديجيتال مما هي عليه بالتليفون. بالاضافة الى الميزات الاخرى مثل ما انتم شايفين برضو مثل ما هي عليه في النوت 4، انه في عندنا سنسر الهارت ريت، بالاضافة لنفس الكاميرا اللي فيها الاو اي اس، والكاميرا الامامية اللي ايضا فيها الوايد انجل لينس اللي فيها قدرات اكثر من الكاميرا الموجودة على الجالكسي نوت 3. بشكل عام نظام التشغيل كثير 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 مقارب على ما هو عليه بالجالكسي نوت 4، ولكن الفرق الوحيد مثل ما حكينا هو في الانحناء اللي على الجنب، والشاشة اللي يسموها سامسونج بالكيرت ديسبلاي اللي هي بتيجي مثل ما انتم شايفين، بامكانك تضيف عليها شو ما بدك من الخيارات، بامكانك حتى تستخدمها كشورت كاتس سريعة لا بدل ما تستخدمها بطرق اخرى، وبدل ما تستخدمها بويدجتس بامكانك انك تحطها على الجنب بشكل كلي. بشكل عام بشكل سريع هذا كان الجالكسي نوت ايدج. ان شاء الله راح يكون في فيديو قريبا بشكل مفصل اكثر بيحكي عن الجهاز بالتفصيل. كان معكم صلاح حامد، في امان الله.